شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باعتبار أن هذا اليوم يصادف ميلاد ثامن الحجج الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نتحدث في هذه الليلة بإذن الله تعالى حول صفة وردت في الروايات حول الإمام الرضا. وهذه الصفة هي أنه غوث الأمة وغياثها. هنالك سؤال يطرح حول هذه الصفة أو حول هاتين الصفتين، ولكن قبل أن نبدأ بطرح هذا السؤال لا بأس أن نشير إلى أن هذه الصفة وجميع الصفات التي هي من هذا القبيل في أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين إنما هي مشتقة من صفات الله سبحانه وتعالى. كرمهم فرع من كرم الله سبحانه وتعالى. واحد كان يعبر بتعبير لطيف، كان يقول أهل البيت شكورون، يشكرون من قدم إليهم خدمة. هذه الصفة التي هي صفة الشكورية مشتقة من شكورية الله سبحانه وتعالى، فعلمهم فرع من علم الله، وحلمهم فرع من حلم الله، وشكوريتهم فرع من شكورية الله.
إلى آخر هذه الصفات. هاتان الصفتان أو هذه الصفة، يعني صفة الغوث وصفة الغياث، في مؤداها الإجمالي من صفات الله سبحانه وتعالى. وقطعا لاحظتم دعاء الجوشن الكبير، هذا من الأدعية المهمة. النبي صلى الله عليه وآله كان في إحدى الحروب وكان عليه جوشن ثقيل. الجوشن يعني الدرع، شيء كان يلبس للوقاية من سلاح الأعداء، وموجود في بعض المتاحف. فهذا الجوشن آلمه، فجبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وقال له إن الله سبحانه وتعالى يأمرك، مضمون الكلام، أن تخلع هذا جوشن، وقد أعطاك دعاء الجوشن أمانا لك ولأمتك. هو أمان للإنسان، هو أمان للبيت، هو أمان للأموات، ولذلك يكتب على كفن الميت دعاء الجوشن، هذا أمان من العذاب. هذه الصفة يعني هذه المادة، مادة الغوث، تكررت في هذا الدعاء حول الله سبحانه وتعالى. أنا الشيء اللي عثرت عليه في هذه العجالة وبالنظرة العابرة، هذه المادة تكررت 6 مرات في دعاء الجوشن. مثلا في إحدى المقاطع: يا غياثي عند كربتي. في بعض المقاطع: يا غياث المستغيثين. في بعض المقاطع: يا غياث من لا غياث له. في بعض المقاطع: يا مغيث من استغاثه. في بعض المقاطع: يا مغيث من لا مغيث له. في بعض المقاطع من دعاء الجوشن: يا مغيث. هذا التكرار، ولعله يوجد أكثر من ذلك بالإضافة إلى الغوث الغوث أو الغوث الغوث الغوث، كأن النسخ مختلفة. خلصنا من النار يا رب. هذا التأكيد على هذه الصفة لعله يدل على أهمية هذه الصفة في الله سبحانه وتعالى. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه مظهر من مظاهر تجلي هذه الصفة، ولذلك في هذا الحديث الشريف: غوث الأمة وغياثها. هذه كانت مقدمة، وأما ذو المقدمة فهو السؤال الذي أشرنا إليه في بداية الحديث، وهو أنه كثيرا ما نستغيث بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إلى الله ونطلب من الله، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يغيثنا. كثيرا ما نذهب إلى مشهد لحاجة ونستغيث بهذا الإمام الرؤوف، ولكن لا يغيثنا. لماذا؟
كلامنا في أطراف هذا السؤال، وهذا السؤال يلح أكثر في حالات الحاجة، لأنه واحد عندما تكون عنده حاجة لا يرى إلا تلك الحاجة، ولا يفكر إلا في تلك الحاجة، ويغفل عن كل شيء إلا تلك الحاجة. من باب نقل التمر إلى هجر، نتناول هذا السؤال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: نحن البشر عندنا حب الخير لذواتنا، هذا حب الذات وحب الخير للذات في الآية الكريمة: وإنه لحب الخير لشديد، في إحدى تفاسير هذه الآية المباركة، لأن الآية لها تفاسير متعددة، يعني أكثر من واحد. نحن نحب الخير وهذه طبيعتنا، نحب ذاتنا ونحب الخير لذاتنا، ونطلب عادة كل شيء لأجل أنه يؤول إلى ذاتنا. عادة، هذا ما إلى كلية، ولكن الطفل عندما يحب أمه غالباً لعله يكون لأنه يحب الذات، لأن هذه الأم تخدمه، الأم ترضعه، فإذا إذا أحب هذه الأم فهذا الحب حب طريقي إلى حب ذاته. أو الزوجة عندما تحب زوجها لأن هذا الزوج يخدمها، هذا حب طريقي مو حب واقعي، فعندما يموت هذا الزوج عندما تبكي عليه، ما أقول دائما، كثيرا، هذه الكلية مناقش فيها وأشرنا إلى النقاش فيها فيما مضى، عندما تبكي على زوجها في الواقع دا تبكي على ذاتها، أنه بعدك نحن ماذا نفعل، مو أنه تبكي عليه لذاته، تبكي عليه لذاتها. هذا الحب حب طريقي إلى حب الذات، أو متفرع من حب الذات. هذا ما في إشكال، واحد يحب ذاته، يحب ما يتعلق بذاته، يحب الخير لذاته، وإنه لحب الخير لشديد، ما في إشكال. ولكن المشكلة التي يتورط فيها البشر كثيرا ما يطبق هذه الكبرى على الصغريات خطأ. أحب الخير، هذا مشروع، ولكن هذا الخير الكلي أطبقه على هذا الفرد الجزئي، وأطلب هذا باعتباره مصداقا من مصادق الخير، هنا يتولى التناقض. ما هو هذا التناقض؟ التناقض أنك تحب هذا الشيء، يعني أحب الجاه لأني أظن أن الجاه خير، أو ثعلب يحب المال، ليش يحب هذا المال؟ لأن المال خير. ولكن الله تعالى يعلم أن هذا لا يمثل خيرا لك، هنا أكو تناقض.
التناقض، أنا ظاهرا أريد هذا الشيء ولكن واقعا لا أريد هذا الشيء، هذا تناقض واقعي. الفقهاء أشاروا إلى نظير ذلك في الفقه في مكانين. المكان الأول في كتاب الصلاة، المولى يقول لعبده أدخل هذا الرجل، واحد جاي يطرق الباب يقول أدخله إلى داري. ليش يقول أدخله إلى داري؟ لأن المولى يظن أن هذا صديقه، والعبد يعلم أن هذا عدوه. العبد هنا ماذا يفعل؟ كمثال يدخله أو لا يدخله؟ هنا المولى يتناقض مع ذاته. من جانب المولى قايل، إما قايل بلسان القال أو بلسان الحال، لا تدخل عدوي في داري، ومن جانب ثاني دا يقول أدخل هذا. العبد هنا ماذا يفعل؟ يدخله أو لا يدخله؟ هنا المولى دا يتناقض مع ذاته. الوالد رحمه الله في الفقه يقول هنا الملاك على الواقع مو الملاك على تخيل المولى. حتى المولى يقول أدخله، العبد لا يدخل. إذا أدخله فهو عاص، وإذا لم يدخله فهو مطيع، لأن أدخله هذا الإذن ما إلى موضوعية وإنما إلى طريقية، ونحن إذا علمنا بأن الطريق تخلف عن ذي الطريق، العبرة بالطريق أو بذي الطريق؟ لا، العبرة بذي الطريق لا بالطريق. فالوالد في الفقه يقول لا يدخله. هذا مثال تناقض المولى مع ذاته وهو لا يشعر بهذا التناقض. المثال الثاني الذي يذكره الفقهاء في كتاب النكاح تحت عنوان اختلاف الوصف والإشارة. إذا اختلف الوصف والإشارة، يعني يقول أنكحتك بنتي هذه هندان وهذه مو هند، هل الملاك على الإشارة أو على الوصف أو على الاسم الذي يذكره؟ هناكم هذا البحث مطروح. العبد هنا دا يتناقض مع ذاته، يقول يا الله أعطني مال، في الواقع ما دا يقول أعطني مالا، دا يقول أعطني ما هو خير لي. الله تعالى يعلم أن هذا المال إذا أعطي لهذا العبد يتحول إلى ثعلبة. مقتضى الحكمة شنو؟ أن يستجيب الله أو لا يستجيب. مقتضى الحكمة أن لا يستجيب الله لهذا العبد المتناقض مع ذاته. واحد مريض يعاني من مرض، كل واحد منا عنده معاناة، ونلح على الله سبحانه وتعالى ونطلب من الله ونتأثر. كانت عندنا واحدة من معارفنا هذه على أثر إلحاح حاجة من الحاجات زعلت مع الله سبحانه وتعالى، قالت يا الله أنا أصلي إليك أصوم إليك أعتقد بك ولكن أنا مزعلة وياك، والله فورا قضى حاجتها بعد هاي الكلمة فورا. امتحان، ظهر الامتحان، روحية هذا الفرد هذا الحال، هاي القدر تتحمل هذا المقدار من الضغط مو أكثر، انتهى الامتحان انتهى. بعد واحد ما عنده حجة على الله سبحانه.
يعني الله في حياتنا يرينا ذاتنا، نعوذ بالله. واحد من العلماء كان يقول عبارة قبل كم ليلة، ما أدري هاي العبارة شقد دقيقة، هو كان يقول همه احنا نقول الكثيرين، كان يقول مشتاية همه باید باز بشه، هذا بالامتحان يتبين. هو واحد يعتقد أنه ولي من أولياء الله، بالامتحان يتبين كثيرا أو لا. واحد يحذر، يجب أن يحذر أنه يده ينكشف ما في يده. مقتضى الحكم الله يبقي هذا مريض إلى نهاية حياته. الجد رحمة الله عليه كان يقول بعض الخيرات يتبين واقعها في الآخرة. واحد يأخذ خيرة على مطلب ويتورط في مشكلة كبيرة ويتندم أشد التندم، بالآخرة يتبين هذا كان هو الخير له، وأن هذه الخيرة كانت في محلها. فإذن الله سبحانه وتعالى والإمام الرضا غوث وغياث ومغيث، ولكن هذا المستغيث يريد هذا بما هو خير، والله تعالى يعلم أن هذا مو خير. الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه، ولعلكم رأيتموه، كان أستاذ في العلم والأخلاق، ومن النماذج النادرة كان حقيقة. كان ينقل هذه القضية عن والده الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، اللي هذه البركات الموجودة في قم كلها من فضل كريمة أهل البيت صلوات الله عليه أجمعين، وإحنا متنعمين ببركاتها، ولكن الوسيلة الظاهرية كانت الشيخ عبد الكريم الحائري، يعني هذه أظهر وسيلة ظاهرية كانت، وإلا كان هناك آخرون أيضا. رجل خالة الشيخ عبد الكريم الحائري، زوج خالته، كان يعيش في أردكان، يجي من أردكان إلى القرية اللي كان فيها الشيخ عبد الكريم الحائري، يجي هناك. الشيخ عبد الكريم ذاك الوقت طفل صغير، يشوف هذا الطفل مو كالأطفال، هذا الطفل عند النبوغ، فيقول للوالدة أو لوالدته أنه حيف هذا الطفل يبقى في هذه القرية، يمكن القرية كانت مهر جرد يمكن، وأنه هذا يجيبه عندنا في أردكان حتى ينمو. الأب أو الأم يوافقوا، طفل يعيش في قرية مرتاح، يجي إلى أردكان يخلوه عند شيخ، هذا الشيخ يكلفه بتكاليف ليلية، لازم يقعد يؤدي هذه التكاليف، ضغط. في يوم من الأيام جدا يتأثر الشيخ عبد الكريم في أيام طفولته، هو كان ينقل، يقول أنا في يوم من الأيام فكرت أنه شلون أرتاح من هذه المعاناة في أردكان، فكرت أفضل شيء أدعو الله تعالى، قلت يا الله اقبض روح هذا الشيخ حتى نرتاح منه، الشيخ يعني الأستاذ، أستاذ المكتب، اقبض روحه. هو طفل في أيام طفولته ذكي أيضا، فيقول بعدين فكرت أنه خوب قبض
قبضت روح هذا الشيخ، خزوج خالتي ما يخليني يوديني إلى شيخ ثاني. فقالت يا الله اقبض روح زوجة خالتي أيضا. يقول بعدين فكرت أنه هذا مقبضت روحه وخالتي موجودة، خالتي ما تتركني. فتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى، قلت يا الله خالتم اقبض روحها أيضا. هذه القضية ينقلها الشيخ مرتضى الحائري عن والده الشيخ عبد الكريم الحائري. هسه الله إذا كان يستجيب إليه وكان يقبض روح الشيخ وزوج الخالة والخالة، والشيخ عبد الكريم الحائري كان يعود إلى مهر جرد مثلا، وكان يتحول إلى فلاح حسب الظواهر. احنا خل الواقع ما خلف الستار خل من نعلمه. حسب الظاهر هذه البركات، هذه التوفيقات، هذه الخدمات ما كانت تحصل. الله يعلم انه هذا لازم يعاني من مشكلة، زوجته تؤذي كل يوم، عندما يروح الى بيته يواجه بإيذاء زوجته، لازم يبقى، هذا لازم يبقى مريض إلى آخر حياته، هذا خيره. ولذلك أكو هنالك حديث لطيف في باب الرضا بقضاء الله. الحديث يقول أرضى الناس بقضاء الله أعلمهم بالله. أكو تناسب، كلما مستوى العلم بالله تعالى يرتفع الرضا بالقضاء يرتفع أيضا. طبعا هذا ما ينافي أنه واحد يدعو ويطلب ويلح، ولكن يجب أن يعلم أن ما قدره الله تقديرا حتميا هذا في صالح المؤمن قطعا إن شاء الله. هذه القضية يجب أن ندخلها في روعنا. أكو قضية ثانية، لو شوية طالت هذه النقطة لا بأس أن نذكرها أيضا. القضية تنقل بأنحاء متقاربة. مضمون هذه القضية، الوالد رحمه الله قبل هذه القضية كان يقول رؤية تلميذ وهو يدعو على شيخه، كان يقول اللهم أمت هذا الشيخ، شيخه يعني. فواحد قال له ما يفي، مات هذا الشيخ يودوك عند شيخ ثاني، مات الشيخ الثاني يودوك عند شيخ ثالث، أنت لازم تدعو أن الله تعالى يميت ألف ب اللي بعد ألف ب ليكون في الوجود فترتاح على ذاك الوقت. قال بايد دعاء بكني ألف ب بميره نشيخة بميره. كان واحد في مشهد له قضايا عجيبة وهو الشيخ النخدكي معروف، وأنا عندي قضايا بوسائط قليلة عنه، يعني بواسطة له بواسطتين قضايا غريبة عنده. ينقل هذا مضمون القضية، أنه في يوم من الأيام رآه فرد، فذاك قال له شيخنا أنا أشوف أنه أنت وجهك وجه قبول النصيحة وأنا أريد أنصحك. قال تفضل. بس لعل القضية لها مقدمات أيضا على كل حال. قال له أنه شيخنا أنت مفكر أنه الناس يجون إلى الإمام الرضا بالملايين صلوات الله عليه،
لعل الذين الآن يأتون إلى الإمام الرضا في كل عام لا يقلون عن الذين يذهبون إلى مكة في كل عام. يعني هاي الملايين شايفة أكو شيء اللي دا تجي. فقال أنه الملايين يجون إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، والإمام يقضي حاجة البعض ولا يقضي حاجة البعض الآخر. من 100 واحد أفرضوا 50 واحد تقضى حاجته، 50 واحد ما تقضى حاجته. وأنت إن خدك 100 واحد يجون عندك كلهم يعودون بحاجات مقضية مطلبي. المطلب الأول، تو از مایه خودت داری میخوری. الناقل فسر هذه العبارة بهذا النحو، أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى أعد له للآخرة. يعني أنتم عندما تسبحون الله سبحانه وتعالى الله ثواب يعطيكم في الآخرة. فإذا انترت من الله تعالى أن يعطيكم الثواب في الدنيا، يعني فوتت آخرتكم. أنت بهذا الشيء طبعا أحيانا أكو أشياء عرضية واحد مجبور. أنبياء الله كانوا مشهورين، كانوا مجبورين، مو أنه كانوا يعملون عملهم لذلك. واحد يفكر أنه أنا أقرأ الذكر الفلاني حتى أكشف النوايا، وعندما واحد يأخذ عندي خيرة أنا أخبره عما في نيته. والله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه نيته يمكن يقول له أنا أعطيتك جزاءك في الدنيا. أردت المقام، أردت الشهرة مثلا، إذا كان هدف ذلك ما كان من المقارنات الاتفاقية طيناك في الدنيا. أولاً أنت دا تأكل من رأس المال، هذا أولاً. والشيء الثاني، الإمام عندما لا يستجيب دعاءهم لابد أكون مصلحة في ذلك. هذا الرجل مصلحته أن يبقى بلا أولاد. أنت تجي، هذا يجي عندك، نقل لي واحد من الإخوة، والرجل أعرفه في طهران، أنا شايفه مرة واحدة على ما ببالي، قال إجى عند النخدكي وكان الأولاد لا يبقون في رحم أمهم، كانوا يجهضون. قال أنا عندي هاي المشكلة. قال له أخذ كمية من التين، أخذ كمية من التين وضعه أمامه، فقال فنظر إلى هذا التين النخدكي نظرة حادة فقط بدون أي كلمة، هالشكل نظر، النظرة حادة، قال أكل هذا التين أو من هذا التين أنت وزوجتك. يقول فعلا ذهب وأكل، ومن ذلك الوقت لم يسقط لهم جنين، وعنده أولاد الآن في طهران أو في مكان آخر. وتوفي ذلك الرجل قبل 5 أعوام 6 أعوام، الرجل صاحب المشكلة. هذا مصلحته أن لا يكون له أولاد إلى أن يموت. ولذلك الإمام الرضا صلوات الله عليه لا يتشفع له إلى الله في ذلك. وأنت على كل حال نظام المصالح والمفاسد داخل بي. يقول شوية فكر، قال كلامك صحيح، أنا الآن شنو أعمل؟ أنا متورط مع الناس. قال الحالة تروح مكان بعيد. فيقول الشيخ هجر مشهد وذهب إلى قرية نخداك وبقي هنالك إلى أن مات. فعلى كل حال نحن يجب أن نطلب ويجب أن نلح ويجب أن نحاول، ولكن يجب أن نعلم
أن هنالك نظام المصالح والمفاسد في هذا الكون، وأن الحكمة الإلهية تقتضي أن يعطينا ما هو الخير الواقعي لا ما هو الخير الموهوم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية باختصار، إحنا في الواقع ننسى إحنا في حياتنا الماضية لعله مئات المشاكل مرت بنا، ولجأنا إلى الله ولجأنا إلى أولياء الله وحلت تلك المشاكل. فإذا الله أغاثنا، أولياء الله أغاثونا، الإمام الرضا أغاثنا صلوات الله عليهم أجمعين، ولكن يروح من بالنا. إحنا الآن كم مشكلة عندنا؟ أفرض عندنا 10 مشاكل، كم مشكلة مرت بنا في حياتنا؟ ألوف المشاكل لعله كلها حلت، الآن ماكو منها لا أثر ولا عين. فهذا دليل على أن التوجه والطلب مؤثر. القضايا في هذا الميدان بالمئات، قضايا كثيرة، ولكن أنا أنقل لكم قضية واحدة وأختم إن شاء الله. هذه القضية اتفقت لأحد المؤمنين الآن موجود في مشهد، وهو رجل ثقة. وقبل هذه القضية واحد من الإخوة الذين يوثق بنقلهم أيضا قال أنه في ليلة 11 ذي القعدة، يعني مثل البارحة، من عام من الأعوام ما أتذكر أي عام، قال أنا ذهبت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه منتصف الليل، ثم حدثت هنالك ضوضاء وجلبة وكذا، فتبين بعد التحقيق أن 23 نفر في لحظة واحدة أخذوا شفاءهم من الإمام الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال واحد منهم أنا شفته، كان رجل أعمى أكمه، يعني ولد أعمى، كان يقول، فيقول هو، يقولون في الأعمى الذي ولد أعمى هذا ما يفتهم الأبعاد، يعني الألوان ما يفتهمها. أنتوا الآن لواحد أعمى قولوا له أبيض أحمر أخضر، اشرحوا له ما يفهم يعني شنو الأبعاد، ما يفهم الطول والعرض والعمق، يمكن ما يفهم. فيقول هذا الرجل اللي ارتدت، اللي هو كان شايفه، هذا الآن موجود في قم، الرجل كان مذهول، يعني يطالع المناظر ويطالع القبة ويطالع الحرم ويطالع الناس ويطالع إيده، لأن مو في ذهنه هذا شنو، ويطالع ثوبه، حالة ذهول عجيب كانت عنده. قال 23 واحد في لحظة واحدة. نعود إلى قضية هذا الأخ. قال أنا مدة طويلة كان يخرج من لثة دم، وأنا ما كنت أعتني، فدم كان يطلع ويجي وكذا وما كنت أعتم. بعد فترة طويلة واحد من المؤمنين قال لي هذا يمكن يكون خطر، ويمكن هذا يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، وأنت روح. يقول هذا قال لي في وقت متأخر من الليل، ثلج كان ذاك الوقت وشتاء. المهم
برد شديد في مشهد. فيقول أنا قلت الآن الأطباء أغلقوا محلاتهم، أنا أروح يا طبيب. قال روح الآن روح، لأن يمكن هذا يشكل خطورة عليك. الأطباء هم يوصون بهذا، أنه أي ظاهرة تحدث في البدن لازم واحد يعقبها، لأن يمكن هذه الظاهرة إنذار خطر. على كل، فيقول رحت مشيت أطباء واحد واحد، كلهم كانوا مغلقين. يقول إلى أن وصلت إلى طبيب كان في أواخر وقته، فرحت فشفت أنه دا يطلع من المطار، فقلت له إذا تعاين لثتي. قال بكرة تعال. قلت له لا، أفد معاينة. فيقول عاد مرة ثانية وقعدت وأخذ يعاين ويكرر المعاينة ويلاحظ وكذا، مثل كأنه شي يريد يقول لي أو ما يقول لي. بالنتيجة أفهمني أن هذا هو المرض الخبيث والعياذ بالله، وأنه هذا علاج مائل، وأنه خلال مدة قليلة هذا المرض سوف يقضي عليك. يقول عندما أفهمني هذا المطلب الطبيب أنا انهارت، سأريد أقوم من مكاني ما أقدر، بالقوة قمت من مكاني، الآن أريد أنزل من الدرج ما أقدر. على كل حال بالقوة نزلت، قلت أفضل شيء الآن أروح إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول رحت في ذلك البرد الشديد، الأبواب مغلقة، أنا وقفت خلف الباب، باب مغلق ما أدري 12 أكثر أقل، وأخذت أبكي وأتوسل حقيقة في حالات الاضطرار، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ما أعلم أنتم شايفين الغرق لولا أجاركم الله. واحد في حالات الغرق يفهم معنى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. أنا شايف حالة الغرق. المهم كنا مع الوالد رحمه الله، المهم ننتقل من منطقة إلى منطقة ومجموعة، فواجهنا حالة الغرق شفناها، بلي، وحالة الحرق أيضا شفناها في منى في ذاك العام اللي احترقت، وشفنا خيمتنا دا تحترق، وشفت الناس شلون كانوا يلتجئون إلى الله، وحالة القصف شفناها في قوم. الغرق والحرق والقاص والزلازل شفناها أيضا في قوم. قمنا فد مرة منتصف الليل وشفنا البيت دا يرجف، هو هذا البيت في تفصيل عدة مرات. هناك واحد يفهم معنى الالتجاء إلى الله ويفهم معنى الاضطرار. على كل حال يقول أنا وقفت وأبكي وأتوسل بالإمام، البرد شديد، أنا ما أفهم للبرد معنى. يقول بعدين كملت شفت أنا حوالي ما أعلم قال ساعتين لو 3 ساعات واقف ودا أبكي عند الباب. يقول بعدين رحت وقت متأخر من الليل في البيت، يواش فتحت الباب، اجيت دخلت شفت زوجتي وأولادي نائمين، فأخذت أنظر إليهم وأبكي لأنه بعد لازم أودعهم، فباوعتهم مدة وبكيت وكذا ما قومت. بعدين رحت في غرفة ثانية أخذت هذا الفرش اللي كان وخرته
وقضيت تلك الليلة في العبادة والإنابة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى إلى الصباح على القاع، مو على الموكيت أو على الفرش. يقول مثل ذيك الليلة ما مرت بي في حياتي. العبادة الحقيقية افتهمتها في ذيك الليلة إلى الصبح. هذا المطلب أشرنا إليه فيما مضى، إحنا فقط نشعر بالإضطرار في حالات المشاكل، ولكن أولياء الله سبحانه وتعالى دائما يشعرون بأنهم في حالة اضطرار، دائما في كل لحظة، وأشد أنواع الاضطرار. يقول الآن صار الصبح، الدنيا صار فيها بياض، فقلت أروح أراجع طبيب ثاني. فرحت، مريت، شف الطبيب موجود، رحت عنده، قعدت، كان واحد هناك موجود، واحد يمي، أنا مقعدت أكلمه، هذا اللي يمي. صارت نوبتي، الطبيب قال أنت ليش جاي؟ قلت أنه أريد أتعاين لثتي. قال لا ما يحتاج، انت ما بيك شي روح. قلت له انت لم تعاينني، شلون تقول ما بيك شي؟ قال انت عندما كنت تتكلم ويا ذاك اللي يمك انا شفت اسنانك، النظرة الخارجية تدل على انه ما بيك شي. قلت له هذا شلون فتش؟ هسه اجي اقعد عاينني؟ يقول اجا وعاين وفلان. قال كل شي ما فيك. اللهم صل على كل شيء ما فيك. قلت له لا فلان. طبيب آخر قال شيء آخر، قال مشتبه ذاك الطبيب الآخر. قلت له اعطيني دواء، قال ما تحتاج إلى دواء، ولكن لإصرارك أنا أكتب لك دواء. يقول كتب لي فالدواء، رحت إلى الصيدلية، الصيدلية قال هذا مقوي، هذا مو دواء. هالشكل مطيلة. ويقول من ذاك الوقت، هاي القضية يمكن مال قبل 25 عام 30 عام إلى الآن، وأنا أي شيء ما بي، ولم تعد إلي تلك الحالة أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني حقيقة يمكن تضرع واقعي حقيقي يحل المشكلة. فواحد ينبغي أن يطلب وينبغي أن يلح مع علمه بأن الله سبحانه وتعالى كل ما يقدره له فهو خير، ولكن قد يكون التقدير للخير مبتني على هذا الدعاء. والقضايا في هذا المجال بالذات الذين كانوا في مشهد وشاهدوا وعاينوا ربما تكون بالألوف أو بمئات الألوف أو بالملايين. فهذه القضية أنه غوث الأمة وغياثها، هذه حقيقة. وخارج الإطار أيضا ننقل هذه القضية، لأن إطارنا انتهى، عن الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه، وهو ممن لا يشك في وثاقته. الشيخ مرتضى الحائري كان ينقل أنه كانت هنالك، يقول هذه القضية من المسلمات في زماننا، يقول كانت هنالك امرأة أصيبت بالسرطان، فالتجأت إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. رأت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عالم الرؤيا، الإمام حولها على الإمام الرضا صلوات الله عليه. في عبارات الشيخ أنا لم تتضح لي أنه حولها في ذلك المنام أو في منام آخر. يمكن ظاهر عبارات أنه في منام آخر، فتوسلت بالإمام الرضا، رأته في عالم الرؤيا. الإمام الرضا في عالم الرؤيا أعطاها شيئا
فد مادة. قامت من عالم الرؤيا وإذا بتلك المادة في يدها. هذه القضية تكررت عدة مرات، واحدة منها قضية سيد عبد الله شبر رحمة الله عليه. في بعض النقول أن الإمام الكاظم أعطاه القلم في عالم الرؤيا، فعندما استيقظ وجد القلم عنده في عالم اليقظة. في نقل هكذا نقل. وقضية البردة، قصيدة البردة، النبي صلى الله عليه وآله في نقل أعطاه البردة في عالم الرؤيا، فعندما استيقظ وجدها في عالم اليقظة. وهذه القضية أيضا، ذيك المادة كانت في عالم الرؤيا، أخذها، أخذتها المرأة فوجدتها في عالم اليقظة. الإمام قال خلي هذه المادة في مايع، مثلا الشاي الخفيف هالشكل نمثل الشيء، واشربي من تلك المادة. يقول قامت ووضعت تلك المادة في الشاي الخفيف مثلا، وشربت منه وشوفيت وعوفيت. ويقول هذه المادة كانت في بيت العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، وأعطي منها لأفراد كثيرين وشافاهم الله. ويقول واحد من الذين شوفوا أنا، الشيخ مرتضى الحائري، يقول أنا كنت أعاني من وجع رجل شديد، أكو أو ماكو، على كل حال كنت أعاني من وجع رجل، أخذت مقدار من هذا المايع وشربت منه فشوفيت. هذه قضية حية معاصرة. فنحن ينبغي بالذات في القضايا الكبيرة وفي القضايا الصغيرة أيضا، لكن المهم القضايا الكبيرة، أن نلجأ وأن نلح وأن نتوسل. الله سبحانه وتعالى يجيب وأولياؤه يجيبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب.